تحمل الحبيب الخلية الماسة. حصل أمس أن الحوثي استهدف القرية حقنا كاملة بالقذائف قريبة وبعيدة، حتى أنه توسط البيت حق الوالد رحمة الله عليه بقذيفة ضربت وسط مطبخ حق البيت، مما أدى إلى اشتعال الحريق كامل وسط البيت وتفجير دياب الغاز. وكان من ضحايا زوجة أخي عبد السلام وأختي، طبعا مكسرة داخل بالمستشفى الآن في عمليات في العناية المركزة، وأخي برضه حصل له حريق بالأواجه والأيدي والأرجل حتى ما عرف ينزل، سواه بس كذا عسل يدته وكذا ورقع داخل. وهذا استهداف من قبل الحوثي عليه غضب الله. ما حصل بالأمس هي جريمة بكل المقاييس. نتعرض إلى إبادة شاملة. القذائف تنهال علينا من قبل الميليشيات الحوثية من كل مكان. هم لا 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 يفرقون بين مواطن ومقاتل. الميليشيات الحوثية تستهدف المواشي، تستهدف موارد الماء، الطفل ولا الطفلة أو ربة البيت إذا ذهبت إلى المورد فلن تستطيع إلا بشق الأنفس حتى تصل إلى مورد الماء لتعطي مورد الماء لبيتها. المدرسة أغلقت، هؤلاء ضد التعليم، المدرسة أغلقت حفاظا على سلامة الطلاب والمدرسين. المستوصف الوحيد الذي ورثناه من الثورة من الجمهورية الآن مغلق ويستهدف القذائف كل يوم. نحن نعيش في مأساة إنسانية. نحن نناشد كل المنظمات المحبة للسلام أن تنظر لوضعنا. الوضع الإنساني كارثي، الوضع الإنساني كارثي. نحن لا نستطيع أن نتحمل هذه الأشياء. الأشياء هذه أثقلت كاهلتنا، أرعبت طفولتنا. أنا ابني كل يوم وأنا عايش ما أستطيع أن أخرج المدرسة، دائما ابني في حضني، كل ما سمع قذيفة يجي إلى حضني. يعني ايش اللي بيسوي؟ الطفل مرعوب، الطفلة مرعوبة، الأم مرعوب، الناس مرعوبين، كلنا مرعوبون. هذه ميليشيات لا تعرف السلام ولا تعرف إلا أن تقتل فقط. هذا